السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجزائر. بداية وفي اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى دولة قطر، تلبية لدعوة من سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، خص السيد الرئيس باستقبال رسمي ومميز بقصر الديوان الأميري بالدوحة. وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني لكلا البلدين، استعرض السيد رئيس الجمهورية وسمو أمير دولة قطر تشكيلة من الحرس الأميرية أدت لهما التحية الشرفية. Thank you.
ليصافح بعدها رئيس الجمهورية وسمو أمير دولة قطر وفدي البلدين.